protecting another civilization is a way of coming to a better understanding of who we are as human beings. It would mean a chance to see whether the ways of knowing that we've developed here on Earth, our math, our science, our ways of expressing ourselves, our music, our art, are they somehow tapping into something that goes beyond Earth, or are they uniquely ours? We're not the only kids on the block. هذا فنجان وأنا عبد الرحمن أبو مالح. هل شاهدت فيلما عن الفضاء من قبل؟ هناك الكثير من الأفلام التي تناقش العالم الفضائي، السفر عبر الفضاء أو الاتصال بالفضائيين أو غزو الفضائيين لنا. تبدو هذه الأفلام ممتعة، ولكنك على الأغلب ستفكر في احتمالية حدوث أي من التخيلات التي ظهرت في الفيلم، وستفكر فيما إن كانت أفلام الفضاء قابلة للحدوث، أو أن قابلية حدوثها كقابلية حدوث أفلام الزومبي. Got 21 hours before they start global war. So how do we clarify their intentions? I go back in. Why does this feel worse? نحن كبشر كائنات بالغة الفضولية. ربما كان فضولنا هو ما يميزنا عن بقية الأجناس التي مرت على هذا الكوكب. ربما فضولنا هو السبب الذي يدفعنا إلى الاستمرار في الحياة والبحث العلمي، وهو بلا شك السبب في نظرنا باهتمام بالغ إلى السماء. نحن النوع الوحيد في كوكب الأرض الذي ينظر إلى السماء متسائلاً عما هو أبعد منها، أو ربما عمن هو أبعد منها. هذا الفضول هو الدافع وراء إطلاق ستي، مشروع ترمز حروفه إلى البحث عن مخلوقات ذكية خارج الأرض. منذ عام 1960 بدأ المشروع برصد وصول موجات لاسلكية تعبر عن وجود كائنات ذكية، فإن وصلتنا موجات راديوية كهذه سيكون هناك إنذار واضح بوجود حضارة فضائية ذكية بما فيه الكفاية لتتواصل معنا. نحن البشر لم نتمكن من استعمال الموجات اللاسلكية هذه إلا حديثا منذ 100 عام تقريبا. ما احتمالية أن نجد هذه الحضارة؟ فرانك جيك عالم أمريكي كتب معادلة في عام 1961 تتوقع عدد الحضارات الذكية التي من الممكن أن نكتشفها. نتيجة هذه المعادلة غير معروفة، فهي تعتمد على متغيرات لم نكتشفها بعد. هنالك رغم ذلك نتائج يمكن الخروج بها من المعادلة، جميعها تقريبات ومتوقعات. دريك في معادلته الأصلية خرج بتوقع يقول بأن عدد الحضارات الذكية يصل إلى 18 مليونا 750 ألفا فقط في درب التبانة، ومليارين 812 مليونا و500 ألف حضارة في الكون المرئي. في 15 من أغسطس عام 1977 تلقت ستي إشارة راديوية. حين تلقى الفلكي جيري إهمن هذه الإشارة كتب لشدة دهشته منها واو. سميت هذه الإشارة بإشارة واو. أشارت التلسكوبات إلى مصدر هذه الإشارة ولكنها لم تخرج بشيء. في عام 1998 انتشرت شائعة مصدرها رجل بريطاني ادعى أن إشارة وصلته من الفضاء. أرسل هذا الرجل قصته إلى البي بي سي وعرضت بدورها الخبر على العالم لينتشر بسرعة. رد العلماء على هذه الشائعة وفندوها، لكنهم اجتمعوا بعدها في عام 2000 في ريو دي جانيرو وخرجوا بمقياس ريو، مقياس لإخبار الإشارات الفضائية والتواصل مع الفضائيين يقيس صحة الأخبار المماثلة. مقياس ريو يتدرج من 0 إلى 10. 0 في هذا المقياس يعني أن تنسى شأن هذا الخبر الكاذب، بينما يخبرك 10 بأن البشر قد تواصلوا مع الفضائيين بلا شك. إشارة واو على أهميتها وجذبها للاهتمام الإعلامي لم تحصل إلا على 1 إلى 3 على مقياس ريو. الفضائيون لم يتواصلوا معنا، أو على الأقل حتى الآن، لكن ماذا لو فعلوا؟
بما نرد وماذا نفعل؟ حتى الآن لا توجد سياسات أو قوانين دولية لما بعد الاتصال، لكن الفضائيين إن تواصلوا معنا سيضعون البشر في موضع حيرة مما يجب الرد بهم عليه. إن أردنا إظهار ذكائنا وتقدمنا كمخلوقات ذكية فيمكننا إرسال رقم طاء 3.14 أو متتابعة فيبوناتشي، لكن علينا حقا أن نرد عليهم؟ الأفضل أن لا نفعل. If I had to bet when we will find intelligence beyond Earth, I'd say in the next 20 years. في عام 1964 أطلق العالم نيكولاي كارتشيف مقياساً لتطور الحضارات سمي بمقياس كارتشيف، وهو يقيس تطور الحضارة طبقاً لقدرتها على استخدام الطاقة من حولها في منفعتها. هنالك خمسة مستويات في مقياس كارتشيف. الحضارات من النوع الأول تستطيع استعمال كل الطاقة في كوكبها وتتحكم في ظواهره الطبيعية من براكين وزلازل. النوع الثاني تكون الحضارة فيه قادرة على استعمال طاقة نجمهم، وحضارات النوع الثالث قادرة على التنقل عبر المجرة من نجم لآخر لجمع الطاقة واستعمالها. من المتوقع أن تكون الآلات للسايبورغ هي النوع الأساسي في هذه الحضارة. كارتشيف توقع أن وصول أي حضارة لما بعد المستوى الثالث أقرب للمستحيل، لكن علماء آخرين أضافوا للمقياس مستويات أبعد من المستوى الثالث. ففي المستوى الرابع تتمكن الحضارة من استعمال طاقة الكون بأكمله. أتتخيل قدرة المستوى الخامس؟ حضارات المستوى الخامس تستطيع أن تتنقل بين الأكوان وتجمع طاقات مجموعات من الأكوان. لماذا ذكرت قبل قليل أن من الأفضل أن لا نرد على تواصل الفضائيين معنا؟ نحن البشر مرتبتنا على مقياس كارتشيف هي لا شيء، لسنا على مقياس كارتشيف بعد. نحن البشر ما زلنا مخلوقات ضعيفة ومهمشة في زاوية من مجرة كبقية المجرات في كون واسع. إن هز الأرض زلزال أو انفجر من باطنها بركان أو هطل عليها شيء من المطر نهلع نرتعد ولا نتمكن من واجهة القوى الطبيعية على كوكبنا وحده، فضلا عن استعمال طاقته بأكملها كي نكون على المستوى الأول. لكن لا تقلق، فمن المتوقع أن نصل إلى المستوى الأول خلال 100 إلى 200 عام. السبب الأول إذن هو أننا أضعف من أن نواجه حضارات تؤخذ بعين الاعتبار على مقياس كارتشيف. وهذا يقودنا إلى السبب الثاني. عبر تاريخنا كبشر نجد أننا كلما وجدنا أمة أضعف منا حتى لو كانت من نوعنا نحن البشر، نستعبد هذه الأمة ونستحل أرضها ونسرق مواردها وطاقتها. ستيفن هوكينغ يقول بأن وصول الفضائيين إلى أرضنا سيكون كوصول كولومبوس إلى أمريكا، وهو وصول لم يبشر بالخير للأمريكيين الأصليين. عام 2013 خفضت الحكومة الأمريكية الدعم لساتي. المحير هنا هو ما إن كنا نستمع للفضائيين ويستمعون لنا أيضا. منذ أن أطلق ساتي قبل زهاء 50 عاما ولم نفلح في إيجاد مخلوقات غيرنا، كيف سيكون الحال حين نجد؟